ورجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم عملنا ايه؟ عملنا الشكلمه بالشكل ده، السواريه وشكل الجاتو، حطينا بقى فاكهه، حطينا مكسرات، الحاجه اللي انت تحبيها بالمنظر ده نخليها هنا. طب تاني حاجه هنعملها مع بعض هي المعمول، بس انا مش هعمل معمول التقليدي بتاعنا، انا هعمل معمول بالشوكولاته. خلاص وهوريكم فكره حلوه قوي ان انا اعمل معمول مش لازم في الاسطمبه بتاعه المعمول. طب هنقول الاول مقادير المعمول. هنقول طبعا انا مش هحط عجوه لان هحط شوكولاته، فانا اللي عايز يحط عجوه هقول لكم برده طريقتها ازاي. هنحط نص كيلو دقيق، هنحط هنا اهوت ربع كيلو سميد بسبوسه، 300 جرام زبده درجه حراره الغرفه طبعا، عندي هنا نص معلقه محلب وحبهان، هناخد نص معلقه ونص معلقه، عندي ميه زهر 3 معالق، عندي معلقتين سكر بودره، وعندي نص معلقه بيكنج باودر. بس قبل ما احط الحاجه انا عايزه اوريكم بس ان الشكلمه بصوا عامله ازاي، بتبقى عامله كده من جوه، بصوا بالمنظر ده. قلت اوريكم برده واحده طريه، ويعني حتى لو قعدت ولا هتنشف ولا هيجرى لها اي حاجه. طيب نروح بقى للعجان، هجيبه هنا، هحط هنا الزبدة، دول 300 جرام زبدة خلاص، وفي مية للعجن طبعا. هحط هنا اهوت، هحط كله على بعضه، هحط سميد البسبوسة كده، يبقى هنا نص كيلو دقيق هحطه، نص كيلو دقيق عليه ربع كيلو سميد بسبوسة عليه 300 جرام زبدة خلاص. هناخد هنا اهوت مية الزهر، هنقول 3 معالق مثلا كده اهو. طيب هناخد بعد كده هنحط محلب نص معلقة كده، هنحط حبهان برضو نص معلقة كده اهو. بصوا الحاجة ايه يعني، دكاترة كده اهوت. هنحط هنا اهوت معلقتين سكر بودرة، ناخد معلقتين حلوين سكر بودرة كده، يعني معلقتين يعني، والله يحطهم مش هزعلك، معلقتين سكر بودرة، وهحط نص معلقة بيكنج باودر كده خلاص. كل ده كده مع بعضه. هنروح بقى على العجان، هلخبطهم كده بقى مع بعض واجيب الميه وارجع تاني. هضرب بس شوية الخليط شوية مع الزبدة المية بقى احطها للعجن خلاص. انا مش مفيش مقدار معين للمية، انا هحط المية لحد ما العجينة بتاعتي تلم. ممكن ابص على العجينه كده، ممكن اضربها تاني. نبص بقى على العجينه كده، احنا مش عايزينها ولا طريه قوي ولا ناشفه قوي، لا كده حلوه قوي كده، تمام التمام.
بصوا عاملة ازاي، وريحة المحلب حلوة جدا فيها. نرجع كده المية ونجيبها هنا، ممكن احطها هنا واخد منها عشان تشوفوا كويس. ماشي، احنا بقى بنعمل المعمول ازاي؟ عندنا دي وعندنا دي، في شكلين اهو، دي منها صغير كبير في طويل، في الخشب دي بالشكل ده كده، وفي ايه تانية اللي انا بقى عاملة فيها؟ انا عاملة في قوالب الشوكولاتة. شفتوا بقى انا بستخدم القوالب الشوكولاتة اللي عندي، اللي بجيبها ما برميهاش او بركنها على جنب الشوكولاتة بس، لا انا بشوف هعمل بيها ايه تاني. خلاص هي اهي قوالب الشوكولاته بالشكل ده، بس حاولي تجيبي السيليكون، يعني الحاجه المضمونه، يعني انا بعمل في ده بدخله الفرن، يعني في قوالب شوكولاته ما بتخشش الفرن، بس لا هاتي القوالب اللي ممكن تخش الفرن وفي نفس الوقت تدخليها الثلاجه. فانا دي بدخلها الفرن، فانا بروح عامله ازاي، بكور العجينه كده خلاص، واروح حطها كده اهو. هي بقى ايه، انا ببطط كده، هي هتاخد بقى الشكل اللي جوه ده. نعمل برضو شكل الوردة ده، انا هنا عاملاه سادة على اساس ان انا هحط عليه شوكولاتة عشان ما يبقاش بس تقيل، لكن هو العجوة بتاعته بتتعمل العجوة وحبهان وقرفة وبيتحط عليها فانيليا وبس كده على النار. طبعا كل ده بتفك ده كله على النار خلاص، مع حتة سمنة بتفك ده كله ايه على النار لحد ما تلاقي العجوة بتاعتك بتاعت المعمول طرية كده اهو خلاص. اهي هي بقى هتاخد الشكل ده. طب اعمل لكم الشكل ده بقى، اوريكم ده بيتعمل ازاي. برضو هنكور كده، بصوا العجينة ماشية معايا كويس ازاي، يعني ولا هي ناشفة ولا هي طرية زيادة عن اللزوم. انا بعمل كده، بضغط كده هربطها بس ايه على منديل كده علشان تطلع بإذن الله. خبطت صباعي اهي بالشكل ده خلاص، وبروح حطها برضو في الصينية بتاعتنا. برضو نفس الحكاية ديت، بس دي بقى انا جيت جربتها فحسيت ان هي لازم تحتاج لايه، لكيس، يعني اللي عنده القالب ده متهيألي بيعاني منه او لازم يحط له كيس كده، وبرده ان شاء الله ياخد الشكل يعني اهي. بس هنروح مطلعين بالكيس كده اهي، خدت الشكل خلاص. يبقى انا وريتكم ان احنا ازاي نعملها بالقالب الخشب، نعملها بالقالب الخشب ازاي وبالقالب ده برضو ازاي، لان ده يعني لقيته صعب شوية في نزول المعمول، وفي قوالب الشوكولاتة ازاي نعملها. طيب بعد ما تدخل قوالب الشوكولاتة في الفرن وتستوي على درجة 180 لحد ما نلاقي المعمول استوى، هيطلع هنبتدي نحط شوكولاتة من تحت. خلاص دي جهزت، هنبتدي نحط شوكولاتة سايحة من تحت خلاص، وناخد وحدة المعمول اللي هي مستوية نحطها جوه الشوكولاتة. انا عايزه اوريكم اللي انا مجهزاها اهو، بصوا بس ده المعمول العادي ده، بروح مبدراه، بروح حطاله شويه كده سكر بودره بسيطه كده كده اهو. ممكن والله نحشي، ما في معمول بالشوكولاته من جوه محشي شوكولاته عجوه، يعني ممكن اعمله ساده طالما هحط شوكولاته من فوق، يعني مش لازم ان انا اتايد ان انا المعمول اعمله بعجوه وبس كده اهو. انا مش هحط سكر بودره كتير عشان يبان لكم بالمنظر ده. واللي بالشوكولاته اهو ممكن احط برضو، نحط هنا اهو، ممكن نحط هنا شويه كراميل، شويه شوكولاته، شويه مربى، شوية كريمة بندق. بصوا تروح حاطين واحدة مكسرات مثلا من فوق كده اهو بالشكل ده. انا اديتكم الفكرة، بنحط طبعا في قالب الشوكولاتة، بس اقولها لكم تاني، بنحط بعد ما المعمول يستوي في القالب اللي انا عملت فيه. بصوا يعني انا هنا كنت حاطة هنا شوكولاتة كانت سايحة خلاص، بس طبعا هي جمدت،
لان ده كان في التلاجة. بنحط شوكولاتة كده وبعدين نروح جايبين واحدة المعمول بعد ما استوت، بنروح حاطينها هنا اهو كده، بنروح حاطينها كده على الشوكولاتة مثلا كده اهو، فبتاخد الشوكولاتة بتلزق ايه على المعمول. بس يا رب الفكرة كده تكون وصلت لكم. ممكن بقى نحط مكسرات هنا اي حاجة، هشيل بس الحاجة دي ونشوف بقى احنا عملنا ايه النهاردة. عملنا ايه هنقول بقى تاني عملنا ايه، نمسح كده ايوه عشان انا نسيت. عملنا ايه عملنا النهارده الشكلمه السواريه، وممكن نعملها زي الجاتو نحط فيها فاكهه، نحط فيها مكسرات فواكه رمضان ونقدمها لضيوفنا بالشكل ده. وعملنا المعمول بالشوكولاته في قوالب السيليكون بتاعه الشوكولاته، وعملنا المعمول العادي اللي هو بتاعنا التقليدي اللي احنا كلنا عارفينه في القالب بتاع المعمول العادي. وبكده نكون عملنا فكرتين حلوين وجداد، عشان تعرفوا ان العيد عندنا بنعمل افكار جديده دايما في قناه ست البيت، في كل مدى في حاجات جديده لازم نبتكر طبعا مع عبير فهمي، لازم الابتكارات. بس وبكده يا رب الحلقه تكون خفيفه واستفدتوا منها، وابعتوا لي تطبيقاتكم ما تنسوش، وكل الوصفات هتلاقوها على موقع القناه وعلى صفحتي بتاعت حلويات ومقبلات عبير فهمي. وما تنسوش ان الطعم الحلو دايما عند عبير.